وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. وجنة الدنيا العلم بالله سبحانه وتعالى، من أعظم ما جاء في كتاب الله في هذا الأمر إخباره جل جلاله عن أسمائه الحسنى وعن صفاته العلى، فإن تلك الأسماء والصفات والوقوف معها وقراءتها والتدبر فيما جاء من العلم بها، فإن ذلك من أعظم ما يثير هذا الحب في قلب الإنسان للقاء ربه سبحانه وتعالى. وإذا ثار هذا الحب في قلب الإنسان فسيكون الوسيلة التي تبلغ الإنسان لذاك اللقاء المحبوب العزيز على نفسه، ستكون أيضاً هي محل الحب والاشتياق والإقبال والتضحية من هذا الإنسان ليحقق تلك الوسائل التي بها توصله إلى محبوبه الأعظم. وما من شك أن عبادة الله عز وجل هي الوسيلة الأم والأساس التي من خلالها يصل الإنسان إلى مقصوده وتبلغه الوقوف بين يدي محبوبه سبحانه وتعالى. فلذلك عبادة الله عز وجل يتعامل معها هذا الإنسان لا على أنها تكليف، فضلاً أنه يشعر بأنها أغلال وآصار. ولذلك من يأتي ليسأل عن أمر من أمور حياته ويقف بين عالم من علماء المسلمين ليسأله عن مسألة من أمور عيشه وماله وغير ذلك، وهو في جوفه خوف أنه قد يأتيه حكم الله ليحرمه لذته وسعادته، فهذا ما عرف الدين وما عرف الإسلام. فالله عز وجل إنما يريد أن يعيش هذا المؤمن الحياة الطيبة، أن يعيش الحياة الطيبة في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة. وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. وجنة الدنيا هي محبة الله جل جلاله، وهي حب القرب منه من خلال طاعته وعبادته سبحانه وتعالى. تلك هي جنة الدنيا التي من دخلها وعاشها واستشعر لذتها فهذا من يكرم بلذة الآخرة والجنة يوم القيامة.